الحب كله المطربة أم كلثوم كان اختيار ضيفنا يوسف المكي، وبلمسة فنية أيضا من زميلي وحبيبي أيمن ليجا اللي رافقني في هذه الحصة. إذن الحب كله غنية جميلة، شكون تهديها وشكون مش تهديها سي يوسف؟ ضمن عندك أصحابك برشا ما شاء الله. عندي أنا ذي علاش قلت حبي كله، خاطر أنا نحب الناس الكل، نحب أصحابي، نحب دارنا، نحب نسابي، نحب مرتي، نحب صغاري، نحب الناس كلهم، نحب بلادي، نحب القروان، نحب تونس. دونك الحب كله من قلبي للي نحبهم الكل. معناها تحب الناس الكل؟ نحب الناس الكل، ما عندي حتى حاجة. جميل جدا هذا الشعور، جميل جدا هذا الشعور المرهف النبيل. بيسي الناس كل بحول الله. نعم، نرجع فين نحن وقفنا، اش معناتها نرجع وقتها تقوم بالكور دو سوار؟ نعم. كيفناش دخلت الكور دو سوار بعد تشجيع؟ قلت لي مع شكون نعرفش ذكرنا به الاخ اللي شجعك باش تقرا كور دو سوار؟ زوجتي. هاي زوجتك؟ زوجتي هي وقتها مازلنا ما تربطناش، وقتها مازلنا ما، اما هي اللي قدمت خطيب وخطيبه تعارف، مازلنا حتى مش خطيب وخطيبه بالحق معناها، ما زالت في اولى بين قوسين معرفه في المستشفى. اي في المستشفى، في المستشفى. انا صحاباني وخوها، وتوزت هي دخلت للسبيطار، انا وخوها هذايا جميل عارفي دخلنا قبل المستشفى، وبعد دخلت هي وكيكا معناها مكتوب الحمد لله. هي الحقيقه اللي شجعتنا، وهي دي عملت الاوراق وقدمت الاوراق. يعني قلت لك من ما ثلاثه كي نكمل الخدمه نمشي للجراج هذا اللي حل ونخدم البرة. اي صحيح. وصدقني نهز دبشي معايا، خاطر ما دبش ميكانيك يبدا فيه مسخب تاع ميكانيك كل شيء، ما نجبش نروح للدار باش نبدل كل شيء، نبدل ثم دبشي في الورشه اللي خلينها، ونلبس دبشي العادي باش نمشي ندخل نقرا في المدرسة العلوم التمريض. لباس الابيض. اي لباس نظيفة، مش كيما تاع انسان ميكانسي. وقتها يقري فينا الله يذكر بالخير سي محمد العزعوزي. اي. ومدام مبروك، والله ما استحضرش الاسم، هي ظهر لي اصلها من الكيف مدام مبروك. وكان مدير المدرسة هذيا سي قسومة. مجبر الله يرحمه، انسان الله يرحمه، انسان الحقيقه نتاع ربي، انسان طيب وانسان كومبيتون، انسان الحقيقه تلها عرضه يجبد عليه. اي كل حد عرضه يجبد عليه بالحق، معناها يقول لك انسان كل حد عرضه يجبد عليه. بون قرينا عامين كاملين، معناها قرينا عام، وفي الصيف وقت اللي يقراو تلامذه، هما يقراو في النهار تلامذه ونحن نقراو في المساء، وقرينا عامين وبعد عدينا كونكور. الكونكور كي عديناه مع التلامذه اللي قراوا في النهار، مش وحدنا عدينا كونكور، فهمت؟ معناها يبين لك اللي الشهاده معترف بها، مش معناها عملونا نحن اكسيبسيون خاطرنا وحدنا عاد، لا لا، في التعديه عدينا معك التلامذه الكل. وفقنا ربي والحمد لله نجحنا. ملول؟ اي نجحنا. اتسوانيو. قعدنا كيكا فك الاتسوانيو هذيك، بقينا انا عندي زملائي معايا زاد الله كان معنا زميل زاد سي نجيب العلاني الله يرحمه وينعمه، الله يرحمه وينعمه، قرا معنا سي محسن نقره تبارك الله عليه زاد الله يوفقه، سلاح العايدي، قرينا مجموعه. عدا فما اللي اختار هو كان سائق، كان في البارك ولا كان في المانتونونس ولا كي نجح ولا باراميديكال، فما شكون اختار يحب يدخل للسيرفيس. ايوا فهمت، حب يدخل للسيرفيس باش يخدم المهنه نتاعو، خاطر هو مساعد صحي باش يولي يخدم المرضى كيما انا مثلا ساق. سامحني سي يوسف، نوضحوا لاكثر الامور. بون خديت الشهاده نتاعك اد سوانيون، وفي رميزور قعدت في الميكانيك ملا تاع الاداره ولا صحيت؟ انا ما بيتش ندخل للسيرفيس، خاطر انا انسان ميداني وكل ما نحبش الحسره الحقيقه. أيوة. نتاع ربي انا عندك التيتر نتاعي، هانو التيتر نتاعي ادسون، ولكن قعدت نخدم في المهنه نتاعي سائق وميكانيسيان ما تبارك الله عليك. اي وتاتنا زاد تحب تحسن ادسون، تحب تولي انفيرمي مثلا، تولي تقدم الدوسي نتاعك وتمشي تعدي في سوسه تقرا. اي نعم. أيوة.
عدينا مرتين وما وفقناش ربي خاطر القراية معناها يلزمها حضور ويلزمها وقت كامل ونحن ما يعني نخدموا هكا وهكا ما نجموش ما وفقناش ربي حتى لين ربي سبحانه معناها جات الثورة جاء 2012 خاطر نورمالمون يقول لك انت كل قداش من عام تنجم تجيك الترقية كما سوانيون تنجم ما سعفناش الحظ باش نترقى منين جات الثورة عام 2012 جاتنا الترقية ولينا ديزانفيرمي ايوا معناها بعد الثورة ترقى سير دوسي معناها تقدم الدوسي نتاعك اي بعد الثوره تقدم الدوسي نتاعك وتبعه وتبعثهم للدار للوزاره وجا وجات ترانفيرمي معناها جات الترقيه آليا آليا اي نعم معناها من غير ما عملت حتى امتحان لا كونكور لا حتى شيء جات آليا الامتحان ممرض قعدنا كيكا ممرض قعدنا تقريبا يجي ستة ولا سبعة سنين ممرض بعد زاد جات الترقيه الثانيه ممرض اول ولات الترقيات آليه فهمت ملا سي يوسف نعم الفضل لله الفضل للرب سبحانه والفضل لزوجتك خاطر هي هي اللي حلت لي الباب أيوة. هو راهو حتى كان قعدت انا تو زملائي اللي قعدوا في المهنه نتاعهم دي زوبري انا بريسك في البلافون انا اما شنو الحاجه شنو هي اللي باش تربحك تولي مثلا باراميديكال الوقت ينقص لك خاطر لوفري يخدم 8 سوايع والباراميديكال يخدم 6 سوايع ونص فهمت كيفاش وانت تقدرت روحك انت تحبت شويه هكا ولا هذاك عش حبيت اي لا والله لا يعني توا تخيل انا 6 سوايع ونص ولا نستعرف بها 6 سوايع ونص ما شاء الله يعني ملي ندخل كي نكمل خدمتي نروح ما فماش تكمل نصف الليل تكمل السته تكمل خدمتك تروح اذا ما نحسبوش الوقت بعد 2011 2012 جاتك التسمية ممرض ومن بعد سمحني بشرت العمل ولا لا قعد ديما في المهنة نتاع عدا سمحني في 2012 أنا كي وليت أكسيليار 2012 حلت السمير هذي أيوة الوحدة المتنقلة النجدة والإنعاش ما كانتش عندنا في القروان في عام 2012 حلت في لا في 2010 2010 فيفري 20 فيفري 2010 به اول ما عملت الديبار نتاعها هذا قبل ما يحلوها قالوا شكون يحب يجي للسمير معناها باش نحلوا سيرفيس هذا سمير ودرشني انا الحقيقه نتاع ربي هي سمير سمير متسمي على انضباط بطبيعه الحال الوقت وتو نحكي لك كيفاش الوقت وكيفاش خروجه وكيفاش ما فيهاش بالدقائق يتبعوك بالدقائق انا الحقيقه نتاع ربي نحب الوقت يعني كي نقول لك سبعة زوز اسفير ما فماش ميليتير هكاك باهيس احترم برشا الوقت حتى كان نحكي لك طرفة دخلت مرة في مع جماعة في النقابة وشنو كيقولوا عاد يجيوا يقولوا هيا باش نتلاقاو العشية بعد العصر في المطلق في المسايب بالله سامحني قلت وش معناها بعد العصر معناها تنجم تجيني انت قبل المغرب ربع ساعة وتقول لي هاني جيتك بعد العصر بعد قبل اي فهمت قلت لما سمعوني يبارك لكم نحب التوقيت العصر كما قولوا وقتها يد الأربعة الأربعة وربع مثلا الأربعة وخمستاش دقيقة الأربعة وستاش دقيقة راني نخرج وعملت لهم عملت لهم فماش وقت يعني الحقيقة نحترم برشا الوقت ايوا هكا هو عاد قلت كي سمعت بالسمير هذيا باش تحل كل شيء وليت قيدت اسمي فيها ومشيت وانت عندك مجموع. عندك برمي نتاعك عندي برمي نتاعي وعندي الخبرة وعندي كل شيء في الميكانيك في الميكانيك وانا التيتر نتاعي باراميديكال فهمت بون مانيش ما ننسى فيه اما بحكم الخبرة بحكم ملاصقتي للمرضى وكل شيء نعرف برشا حوايج بعد باش تحكي لنا على الاشياء اللي حصلتك في الخدمة ايوا كي عاد وقتها عاد دخلوا كي باش يحلوا السيرفيس هذا دخلوا 5 ميدسان بذمة السيرفيس هذا و5 تكنيسيان ديرجونس ايوا فني في الاستعجالي ولي زومبيلونسيغ جابونا من 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 البارك معناها من السبيطار ما دخلوش شوفارات بعد يمكن دخلوا زوج شوفارات كي باش تحل القسم هذا لازم تعمل فورماسيون مشينا عملنا فورماسيون ب 15 يوم في سهلو ايوا في الباز سهلو شو يقول لك شنو هي سمير شنو هي سامي وشنو هي سمير كيفاش تخدم في السامي هذه موجوده بطبيعه الحال نقول موجوده في سوس في سوس هي أيوة. سامي راهي مش السياره اللي تتنقل السامي الباز القاعه قولونا والسمير هي اللي تتنقل واضح
هيك مشينا عملنا فورماسيون غادي ب 15 يوم اي قبل لوفان وبعد انطلقنا في العمل نتاعنا. من جمله عدم التوصيات اللي يقول لك عليها في السمير، السمير راه مش كيما سيرفيس عادي، تو باش تمشي انت كيما نقولوا تخدم في ايرجونس ولا في ميديسين ولا في نابورت كيل سيرفيس. كي باش تمشي انت مثلا للخدمه تنجم تمشي مثلا ودرج ودرجين وتنجم عندك هكا طريف هذيك، علاش؟ خاطر زميلك مش كوش تلقى شخص بركه يستنى فيك باش انت تدخل وهو يروح. اي فهمت. فما ايكيب مجموعه في سمير. لا في سمير انت مثلا تكنيسيان ولا امبيلونسي تفوت بدقيقه مثلا، عارف راه زميلك هذاك باش يقعد وحده ويستنى فيك في دقيقه، خاطر ما نجم يغادر المكان الا ما تجي انت. اي واضح. ما نجمش يخرج خاطر نجم اتو مو تصير حادث تصير حاجه يلزمو شكون فما موجود. ما فماش، ما ينجمش يغادر القسم الا ما يجي زميل، ويلزمو يقعد هو حتى ياخذ حتى يجي زميل. واللي باش يجي عاد هانو يعرف يحترم روحو يجي في وقته، علاش؟ خاطر انت كي تجي في وقته غدوه الحي زميلك يجيك في وقته، هذيك هي باش فيها انضباط كبير في الوقت. سيوسف بعد 15 يوم من التكوين السريع نجم نقولوا نعم التكوين في القاعده الباز اللي هي في سوسه رجعت للقروان، رجعنا وحلينا سيرفيس وطلقنا. شكون وقت الرئيس المدير اللي يشرف على السمير؟ هو وقتها سي محمد درويس المدير الجهوي السابق، مدير اي وقتها كان طبيب، كان طبيب اي كان رئيس قسم نتاع الغالبه ايه، وكان مدير جهوي ايضا وبعد شد مدير جهوي وقتها سي محمد رويس ومعنا دي ميدسان وانطلقنا في به سيوس الاطباء هم اطباء استعجاليين. اطباء استعجاليين ما عندوش حتى خدمه اخرى في السبيطار بخلاف انه يخدم السيرفيس هذاك اكاهو والسوايع حسب السوايع حسب معناتها الخدمه اللي مش يخدمها هو السوايع، خاطر هي سيرفيس يزمو 24/24 واضح 7/7 معناها العام على خوه. ايوا هو باش يجي الميدسان والتكنيسيان والنومبيلونسيان باش يخدم 24 ساعه، ما تنجمش انت تخدم 6 سوايع وباش تزيد تجيب حد اخر باش تبدل فما هو يقول لك تخدم 7/7 24 ساعه باش تبدا الخدمه مريقله معناها على في على في به تخدم 24 ساعه وترتاح قدش من نهار؟ ترتاح 3 ايام. 3 ايام والسيرفيس باقي كونتينيو، السيرفيس ديما متواصل. تروح ليكيب هذيك تجي ايكيب اخرى وديما سيرفيس موجود. الخدمه نتاعها سمير ندخلوا توا في التفاصيل نتاعها. يعني باش نقول لك انا قلت لك باش نقول لك انا السؤال باش نقول لك نعم اول عمل قمت به او اول مباشرتك العمل كسائق للوحده المتنقله للنجده والنجده والاهل، تعرفش النهار ذكروشك النهار اول ما خشديت الفولون في ديك وانت ماشي في مهمه عينوك مش تمشي ما نعرفش نيمبورت كل جدي نيمبورت كوا تمشي الحاجب تمشي للسبيخه تمشي كذا افكتيفمون انت جبت السبيخه مشينا للسبيخه تنذكرها اول بون مانيش انا اول واحد خرجت خاطر وقت اللي انا بدينا نخدم فما زميلي هو اللي بدا الخدمه ايوا لو 20 يعني ظهر لي 23 حاجه كيما هكا بديت الخدمه ما بار ايكيب هي يعني نهار الثالث الجارد بتاعي نهار الثالث نتذكر وقتها عيطونا للسبيخة بون الحالة ظهر لي انتوكس ثم طفلة ظهر لي شاربة دواء حاجة كيما هكا فهمت كاو كي خرجنا لها للجونس للسبيخة ساعات كي تبدا الحالة نتاعها متعكرة شوية الطفلة تعرضنا بها الامبيلونس يخرجوها فك الامبيلونس البيش باش نربحوا شويه وقت خاطر السبيخه بريسك 35 ولا 37 كيلومتر باللي باش تجري فما وقت كي ظهر الحاله متعكره نتاعها شويه وليوا الريجيلاسيون هذا اللي في الباز اللي في سهلول يكلم الطبيب اللي طلب سمير يقول له مثلا خرجوها حطها في الامبيلونس بي وخرجوا بها تعرضكم السمير معناها باش نربحوا راي المساله نتاع وقت فهمت هيك هو فعلا وعرضتنا الامبيلونس خذيناها من الامبيلونس السبيخ وطلعناها الميزه اللي في السياره هذيا سمير اللي هي انعاش متنقله معناها عباره على قسم انعاش تعرف ريت انت ساعات اللطفه كي تدخل قسم انعاش تراك الماتريال وتراك هذاك الكل موجود في وسط كره كهرباء هذاك كله تتنقل به. به سي يوسف الامور التقنيه الفنيه نعم هو جبدنا هذه هي الاسعاف هذا والنجده يقوموا به. الامور التقنيه كيفاش تتلقاو
يقول لك مثلا باش تمشيو مثلا نابورت كوا تمشيو لسوسة ولا مشيو بون سوسة خطيتكم تمشيو مثلا لا نمشيو تمشيو بعساد نمشيو ترانسفير نعملو لسوسة عملية مثلاً. التواصل بين القيروان وبين القاعدة يعني بين السوسة كيفاش يتم به هي هاي اش معناها سامي اش معناها هي تو انسان كي يطلب 190 ايوة يطلب 190 باش يتكلموا القاعة هذه يكلموا بيرمانونسي يقولوا تفضل مثلا يقولوا راه فما لطف حادث والا عندي باي في الدار داخ والا قل له انت منين مثلا قل له مثلا من قروان منين من قروان من السبيخه من سيد عمر من حفوز من سونترفيل اي منطقه منطقه والا لا قدر الله مواطن هز باش يعلم على حادث يقول له وين الحادث قل له مثلا في قروان وقتها هو باش يركز على باش يخرج ليكيب نتاع قروان خاطر هي في القروان به من فما يعطي للطبيب فما طبيب فما بيرمانونسي كيما انا وياك هكا بيرمانونسي من هنا هو اللي يهز تليفون وطبيب دار قاعد كيما هكاك يعديه للطبيب خاطر مش نابورت اي مش اي واحد باش يطلب 190 باش يخرج له الكهرباء هذه خاطر السياره هذه تخرج الحالات الحرجه الوضعيه الصحيه تاع بالحق موت وحياه معناها مش نتاع انسان لا قدر الله عنده كسر في ساقه ولا في يده ولا في كتفه طريف ما يستحقش سمير فهمت كي يستفسر منه الميدسان اللي باش يكلم اللي طلبه يستفسر منه يفهم الحاله نتاعك المريض ذاك بحكم الخبره يشخص هالو درا يستحق يخرج له سمير ولا ما يخرج ساعه ياخذ من عنده المكان وكل يقول له لا اطلب الحمايه يعني ما يستحقش معناها باش يخرج له ياخذ المعطيات الكل صحيح تقول له لا المريض هذا لا راهو ينجم يصبر شويه ما يستحقش باش نخرج له الحمايه تجيبه للسبيطار الحمايه ولا حاجه وهي في اغلب الحالات راهو الاكسيدون يخرج الكهرباء اكسيدون خاطر ما يحبش يعرف شنو تصير في الاكسيدون المضاعفات ايوا خذاش لابيل هو توا من عندك المواطن هذاك هو ما تبع قروان مثلا مشي خارج قروان من غير حتى ما يطلب بارقام ولا حاجه هو يهز لاباري كيما هكا وينقص لنا نحن في اللوكال نتاعنا التليفون يهز التليفون قولوا تخرج توا يهز التليفون ما يفسر له حتى شيء مثلا هو ما خذاه كما نقولوا الحاله في طريق الباطن ولا في طريق تونس ولا في طريق سوسه ولا فين خذا يهز التليفون بيرمسي يقول له تخرجوا هكا بالحرف الواحد تخرجوا لطريق السبيخه مثلا ولا تخرجوا لطريق الحاجب ولا تخرجوا لطريق سيد عمر مثلا هكا ويعلق انت اللي باش ياخذ التليفون هيا هيا طبيب هيا فما باش نخرجوا عندك في يدك سي زبير عندك في يدك دقيقتي اش معناها دقيقتين دقيقتي باش تبدا في بيتك ولا حاجه وانتي تبدا ليره ترى تخرج تلم ليكيب نتاعك تخدم كرهبتك وتخرج تو نرجعوا على حكايه دقيقتين هذه ونرجعوا حكايه الباساسيون كيفاش كهرباء لازم تكون حاضره 100% ايوا خاطر انت في يدك كي كلمك على حادث ولا كم حاجه مش تمشي وقتها باش تلقاك الحاجه ناقصه ولا فماشي هذه خرجتش انت ما هو عندك معطى باش تمشي ثنيت السبيخه ولا ثنيت سيد عمر ولا ثنيت وين جات؟ الاتجاه ديستيناسيون تيكوني ديستيناسيون باهي ما خدمناش الكهرباء قصدنا ربي لومبيلونسي بداش يخدم على روحه شاد ثنيه اللي الميدسان والتكنيسيان موجودين في السياره لكن مازالوا ما بداوش يخدموا ما يعرفوش الحاله وقتها الميدسان يهز التليفون ويطلب ال 190 يكلموا على الطبيب اللي خرجوا الطبيب اللي خرجوا راه اي صحيح يكلمه يولي وقتها يعطي فيه في المعطيات يعطي فيه بيلون احنا نقولوا اش ثم باش تمشي كيما نقولوا الارجونس سيد عمر عندك مريض جاي مضروب والاكسيدون عنده ورغم هذاك الكل يعطيه لمحه على المريض وطبيب بتاع سمير كي يمشي غادي يقيم الحاله نتاع المريض ديجا نعرف شنو هي الحاله نعرف اش فما درا اكسيدون درا توكسيكاسيون درا ما نعرفش انا شنو الحال علاش انا قلت لك هكا كي يكلمك هو باش يقول لك شغل ما يقعدش يفسر لك في التليفون وتضيع وقتك باش تربح المسافه يقول لك اخرج لك البلاصه وفي ثنيه انت تكلمه كي عاده ساعات نخرج يخرج الميدسان تخرج السياره وما تكلموش تقولوش اش ثم هاني خرجنا واش ثم يكلمك هو يقول لك شبيك توا ما خرجت فيها جي بي اس يا راهي الكهرباء جي بي اس اي بجي بي اس اما يقول لك توا ما خرجت اذا فت دقيقتين وما كلمتوش هذاك الكل يحسبوا روتار عليك ايوا خاطر لا قدر الله راهي بالحق راهي يتحسب عليك الروتار ويتحسب عليك اللي انت خرجتك الريغراسيون بالوقت راه كل شيء مسجل بالوقت
الكارنيه دو بور نتاع السياره كي تحط مثلا 10 و12 دقيقه خرجت السياره مش هو 10 ولا بدقائق. وهنا تكمن اهميه التوقيت. التوقيت توقيت لازم يكون قد بالضبط. وبالله نستغل المنبر نتاعكم هذا الكريم تفضل سيوس نوجه كلمه للاخوه المواطنين بصفه عامه. بالله راهي سياره الاسعاف كي تبدا حاطه نقولوا نحن السيران كالزماره وكالضوء راهي ماهيش تتسابق معك راهي تتسابق في الوقت بالانقاذ مريض راهي تتسابق في الوقت صدقوني ساعه الله يهدي صارت لي برشا مرات تقاه قدامك يمشي شدد التليفون السيران تعيط والفينيو تمشي هو مش هنا هذا اذا ما خرجش يديك كما نقولوا يعمل لك هكش بيك ويدي مساله تاع وقت يهديكم يصلح هو في قانون تسامحني سي يوسف في قانون الطرقات قانون الطرقات تفسح المجال صحيح ما قانون هذيك قاعدتش قانون الطرقات مش الكل فما ربي مش الكل اذا سيران وانت في الطريق كما شي سوسه ولا ماشي اي مكان ما يزم السياره تخرج لا تمشي تخرج على الباكوتي تخرج شويه على شويه تفسح له المجال تفسح المجال خاطر هو هذاك راه في حاله استعجاليه مش ينقض في مريض صدقني في حاله خاصه سياره الاسعاف السمير هذه خاطر هذيك كي تبدا هذا مريض خاطر ما تهز هذيك ما تهز المرضى كانك اللي في حاله نوعا ما اختير شويه الاكل خاطر قلت لك انك يبدا لباس عليه وفايق لما كل شيء ما تهزوش ساعه ساعه باش نحكي لك معناها ساعه نمشيو لسيد عمر ولا للحاجب حتى للحاجب على اللي تبعد 75 كيلومتر اي بعيده شوي بالضبط يخلط الميتسان للمريض يعاين المريض يقيس له الدم يقيس له السكر يقيس له الهواء الاكسجين في بدنه يشوف حالته كل يرى اللي ما 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 ما, ما يهزوش مش ماشي استعجاليه الحاله نتاعو ماشي للسمي يولي يكلم هو الطبيب نتاع السمي يعطيه بيلون يقول له راني خلطت للمريض راه حالته هكا وهكا 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 سي بون نقول له خليه تو يهبطوا في الامبولانس باهي ما انا ما تهبطوش وهذايا عملت لنا نوعا ما شويه مشاكل ما فهموهاش من الاول وبعد بداوا يفهموه وباش نحكي لك حادثه صارت لنا لينا نحن اللي انا بالذات في سيد عمر وبعد حكينا على الحكايه نتاع الحاجب اللي الوزيرة بجاب لكم سيارة سميرة اللي هزت لهم أنا ذكرتك أي كل حقيقة هذيك سامحوني في الكلمة سادة للمستمعين أتمنيك كبيرة برشا هذيك أتمنيك على عرش كامل على ولاية كاملة على صحة ليهم وكهو أحكي لنا سيد عمر وبعد نحكيو على الحاجة سيد عمر هذيا أيوة. مشينا مرة قالوا فما مريض طاح ضربوا الضوء طاح من بوتو هو يخدم في الضوء ولا شو لا سمحني استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم قالوا بنيه صغيره شارب دواء ايوا سي أليس دعمر اي نعم كي خرجنا على اساس ماشي للبنيه هذه اللي شارب دواء عمرها تقريبا جي 13 ولا 14 سنه خلطنا لسيد عمر عينتها الطبيبه وشفتها وكل عطاتها شويه زرارق وعملت لها كرقافاج نحن سير بلاس غادي يعملوا لها ينظفوا لها شويه مع المعده نتاعها ولباس الطفلة معها بون يلزمها عناية يلزمها تمشي للاستعجالي نتاع ابن الجزار لكن ما تستحقش سمير. حتى امبيلونس عادية تهبطها. هي شافتها الميدسان وكل شيء وجات للطبيبة نتاع الاستعجالي نتاع سيد عمر غادي قالت لها بون هذه توا لاباس اما ما نهزوهاش نحن معناها ما تستحقش باش نهزوها نحن. ابعثها في الامبيلونس العادية. فزتك الميدسان هذيك وفما انفيربي بعد كي رجعت له قال لي بالله سامحني. خاطر صارت سبحانك يا ربي صارت في دقائق الحكايه أيوة. جاك الممرض هذاك تحسوا هكا متحسر اش قال لي تو انتم جيتوا مشكم راجعين للقروان ما هزوا في ثنيتكم قلت له ليه راهي السياره هذيا نجم انا تو نخرج من هنا ويصير اكسيدون ولا يصير حاجه أيوة. بالتليفون يرجعونا راه مشنا نحن عندنا سيرفيس والحاله نتاعها تنجم تصبر شويه هو شو يقول لك في السو يقول لك ماذا بيا لو ماكسيموم تقعد الكهرباء ديسبونيبل على ما ياتي انا حتى كان نبدا مروح من سيد عمر للقروان فارغ فك اللحظات هذيك نسمى انا نخدم نجم يصير اكسيدون يجيك تليفون يقول لك ارجع للسبيخه ارجع لك البلاصه نلقى روحي فارغ نجمش انا هز مريض ما يستحقش باش نهبطه
ويجيني أبير نقول استنى نشاي على المريض. خط الصغيرة وقت الإطار الطبي وقتها في أي. حالة طوارئ، في حالة ديما يقعد ديما حاجة جيال مدام وصلنا نحن هزينا المريض ساي الكهرباء ذيك وليت خارج الخدمة، يزم نكملوا المريض ذيك نحطه في فرشه عاش النجم ونخدمه خدمة أخرى. سيوس قبل ما نواصل معك المشوار نعم. والرحلة هذه في سيارة الوحدة المتنقلة للنجدة والأسعاف، فما اختيار فني ثاني أو زميلي أيمن ليقة باش يعطينا الغنية، ظن عبد الحليم حافظ